بيجي واحد يسمي نفسه حاوي ويعمل الحركات دي، فالكوبرا تنام كده بالظبط زي ما هو ظهر في الفيديو، فالناس تصدقه ويقول للكوبرا نامي او موتي، فالكوبرا تعمل كده وتنام وتسكت خالص ويحسس عليها. النهاردة ان شاء الله معانا الكوبرا المصرية، ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. الكوبرا تعتبر اكبر تعبان سم في مصر، هي والكوبرا البخاخ. اول تسجيل للكوبرا دي اتسجلت هنا في مصر، عشان كده اتسمت ايجيبشن كوبرا، الاسم العلمي ليها الهجنجة. هنا الكوبرا بتعمل الحركة الشهيرة بتاعتها اللي هي تفلتح رقبتها كده وتصدر صوت الفحيح كده، بتدي انذار عشان ما حدش يقرب منها. سم الكوبرا يعتبر اخطر انواع السموم، لان سمها بيحتوي على تركيبة سموم بتشمل السم العصبي دوًا بنسبة 36% اللي هو النوروتوكسين، والسم الخلوي بنسبة 63% اللي هو السيتوتوكسين، والسم القلبي بنسبة 1% اللي هو كارديوتوكسين. تقدر الكوبرا ان هي تنتج 170 لحد 300 مللي جرام في اللدغة الواحدة، يعني تقدر في لدغة واحدة ان هي تقتل فيل ضخم او 20 انسان بالغ. طبعا كل انسان نسبة ضرر السم عليه حسب مناعته. كوبرا بتتواجد في المناطق الزراعية كتير، وهي حوالين نهر النيل، وبرضه بتتواجد في المناطق الشبه الصحراوية. بيوصل طولها لحد 2 متر، اكبر تسجيل ليها 2 متر و60 سنتي، ودي كانت حالة نادرة ان هي توصل لحد الطول ده. هي في العموم بتوصل لحد 2 متر 30 سنتي او 35 سنتي. هنا ببين انياب الكوبرا، والسم نزل على المفتاح. كل فيديو بحب ابان انياب الكوبرا، عشان بس احنا بنتعامل مع الكوبرا على طبيعتها. هنا بقى بلعب الكوبرا كده، بحاول ان انا اوصلها ان هي تنام. ودي من ضمن اسلحة الكوبرا ان هي تتظاهر بالموت. بيجي واحد يسمي نفسه حاوي ويعمل الحركات دي، فالكوبرا تنام كده بالظبط زي ما هو ظهر في الفيديو، فالناس تصدقه ويقول للكوبرا نامي او موتي، فالكوبرا تعمل كده وتنام وتسكت خالص ويحسس عليها. ودلوقتي انا وصلتها اللي هي نامت خالص، بس دي من ضمن اسلحتها، يعني هي الكوبرا عامة والتعبين ما بتسمعش، ما عندهاش اذن. هنا هصحيها تاني، هخليها تصحى، يجي يقول لها يلا اصحي، فالناس تصدق ان هو صحاها، فيفكروا بقى ان هو حاوي واللي بيعرف يطلع تعابين، والتعابين بتسمع كلامه، ويمسك التعبان يقول له خش جوه الجراب، فالتعبان يدخل. وكده كده التعابين من الكائنات الخجولة اللي هي اصلا بتستخبى وبتتجنب البني ادم وبتبعد عنه، فما بتشوف كيس بتدخل جواه لوحديها. لكن هو بيستغل دون في النصب ويضحك على الناس. المعلومة اللي عاوز اقولها برضو ان الشيح غير طارد للتعابين، يعني اما تحط شيح كده التعابين تخش البيت عادي، ومعظم التعابين اللي هي بتخش البيوت تعابين غير سامة، ومعظمها بتبقى ازارود او بالسيور او الانواع اللي هي الموجودة ديا، بخلاف اللي هي الموجودة السندبوة او الاصلة ديا. هنا دي الحياة الغريبة السوداء، دي اخطر من الكوبرا، الحياة اللي هي بتتمشى ديا. وفي العقرب الاسواني هنا تشكيلة كلها مع بعضها، دي عقرب اسواني وحياة غريبة سوداء وعقرب الاسود، وفي هنا ورا الصحراوي. وان شاء الله استنونا في فيديوهات جديدة.